موضوع آخر، استمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط اليوم لممثل وزير الداخلية بشأن الشكاية المرفوعة من قبل وزير ضد أشخاص اتهموا مسؤولين ساميين مغاربة بممارسة التعذيب، ويتابع هؤلاء الأشخاص من أجل الوشاية الكاذبة وإهانة السلطات واستعمال التحايل والقذف العلني. تفاصيل الموضوع مع شهاب زريوح وفؤاد حرش. هنا بالمحكمة الابتدائية في الرباط حضر ممثل وزير الداخلية مؤازرا بهيئة الدفاع ليؤكد أمام قاضي التحقيق مضمون الشكاية المرفوعة ضد أشخاص اتهموا مسؤولين سامين بممارسة التعذيب. الإجراء جاء بعدما كلف وزير الداخلية محامين بمباشرة متابعات قضائية ضد أولئك الأشخاص الذين قدموا شكايات مع معرفتهم بأن ادعاءاتهم غير صحيحة. ادعاء بالتعذيب في أحكام انتظرت ورغبة قضاء أجنبي كيفما كان في البحث في صحة تلك الأحكام هو تدخل في قضاء المغربي. نحن لسنا اليوم في حاجة إلى دروس من أي كان، ولكن نعتقد على أن المغرب عندما صدق على اتفاقية محاربة التعذيب وضع نفسه في نفس مصاف الدول الكبرى بما فيها فرنسا، وهذه الاتفاقية تحدد المسطرة الواجب اتباعها عندما يدعي مواطن أجنبي أنه تعرض للتعذيب في بلد آخر. بينما الوضع الآن هادو ثلاث مغاربة وليسوا أجانب، ثلاث مغاربة كلهم أدينوا في أحكام لها علاقة بالقانون العام. التعذيب والممارسات المهينة للبشر مسألة لا يقبلها أي أحد، وكل موظف ثبت في حقه أنه عذب مواطنا إلا ويلقى الجزاء القانوني الصارم. نفس الجزاء يلقاه الشخص الذي يدعي كذبا بأنه قد تعرض لتعذيب أو معاملة سيئة بدون حجة. ونحن اليوم في هذا الإطار لنؤكد الشكاية التي رفعتها وزارة الداخلية. وكان بلاغ لوزارة الداخلية قد أذن التحريض الفاضح الذي قام به أشخاص أذنتهم المحاكم المغربية المختصة بوقائع ثابتة مرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات والنصب والاحتيال، وذلك في شكايات وضعها وزير الداخلية بين يدي النائب العام الفرنسي لدى المحكمة العليا في باريس شهر مارس الماضي.